قوله عليه الصلاة والسلام وصلوا علي، الأمر هنا هو أمر يقتضي الوجوب ولكنه مطلق، والمطلق يصدق فعله مرة واحدة، وهذا قد يكون دليلا لمن قال إنه يجب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرة واحدة، مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصحيح كما ذكرنا أنه يجب أن يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، وقد تكون هذه الجملة دليلا على أنه يجوز أن يقتصر في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة دون السلام أو العكس، لأنه قال صلوا علي ولم يضف إليها السلام. والدليل الأوضح في هذا هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين في التشهد، أنهم بقوا فترة وهم يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي الأمر بالصلاة إلا فيما بعد، ولذا قالوا يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك، فأجابه عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذه ما ذهب إليه الحنابلة من أن مطلق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة من غير التقيد بالصفات المذكورة أنه مجزئ في إسقاط ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء كالألباني رحمه الله، يرى أنه يجب أن تذكر صيغة من إحدى الصيغ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام لقولهم كيف نصلي عليك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا، وذكر عدة صفات، وهذا يقتضي الوجوب. بينما الحنابلة يرون أنه لو قال اللهم صل على محمد فقد سقط عنه الركن وبرئت ذمته، وهذا هو الأقرب، لأن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعرفون اصطلاح الإطلاق، لكنهم أرادوا أن يعرفوا ما هي الصفة فأخبرهم عليه الصلاة والسلام. وأما قوله قولوا فهذا ليس الوجوب، لأنه أمر في سياق جواب عن سؤال ولا يدل على الوجوب، كما لو قال قائل أين بيت فلان، فأنت تقول على سبيل الإرشاد اذهب من هنا. ويمكن كدليل آخر على المسألة السابقة في ترجيح المذهب أن الناظر في كتب المحدثين ماذا يجد، أن الصحابية رضي الله عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، والعلماء إذا ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا صلى الله عليه وسلم، ولم يلتزموا لماذا بالصفات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.